مدينة عربية ما فيها ولا جائع لليوم ومن 1000 سنة بتقدم طعام مجاني للزوار والفقراء، وبتوفر خلال شهر رمضان مئات آلاف الوجبات. لقبوها المدينة اللي ما بتعرف الجوع. وين هي المدينة؟ شو اسمها؟ وكيف تقدم الأكل للناس مجانا من 1000 سنة؟ اللتكية الإبراهيمية بمدينة الخليل الفلسطينية، ملاذ الفقراء والمحتاجين على مدار العام، خاصة بشهر رمضان. ترجع اللتكية لعهد النبي إبراهيم عليه السلام، واللي لقبوه أبو الضيفان لأنه ما كان يأكل إلا مع ضيف، وبيقدم الطعام لعابري السبيل والفقراء من نفس المكان اللي موجودة فيه اللتكية اليوم بجانب المسجد الإبراهيمي. أهمية هذا المكان تنبع من أنه بمحاذاة المسجد الإبراهيمي ويحمل اسم إبراهيم عليه السلام. افتتحت اللتكية بزمن الحكم الأيوبي على يد السلطان قلاوون الصالحي لأطعام فقراء المدينة، الضيوف والعلماء. سموها بالبداية الرباط، وتخصص مورد مالي لدعم اللتكية وتزويدها بكل الاحتياجات. طورت اللتكية الإبراهيمية عبر السنوات الطويلة لحد ما وصلت للشكل الحالي اللي نعرفه اليوم، مكان مخصص لطبخ وتوزيع آلاف وجبات الطعام يومياً للمحتاجين والفقراء، خاصة خلال شهر رمضان المبارك. يفيض الله سبحانه وتعالى عليه من مسحة إيمان يأتي إلى هذا المكان متبرعاً بسخاء، بإحسان، بإكرام، بإقراء للضيف. الضيف على أي شاكلة سواء كان غنياً أو فقيراً. تعتمد اللتكية على مساعدات المتبرعين والميسورين الحال من داخل فلسطين وخارجها، وبتقدم وجبات الطعام على مدار العام، الوجبات اللي يزيد عددها ل4 مرات خلال شهر رمضان وأكثر. شي بيميز اللتكية هو تقديمها لشوربة سيدنا إبراهيم المصنوعة من القمح المجروش. حتى الشوربة يعني فيها سر، يعني وأنا جيت أطبخها في بيتي ما بتزبط. هون مكان مبارك ومقدس سبحان الله، يعني أنا لو جيت أطبخها في بيتي أخر مرة قلت لك ما بتزبطش معي. يعني حتى اللي قبلي له بسنين، أنا إلي 17 سنة في التكية طباخ، اللي قبلي له مدة ما زبطوهاش في بيتي. بهالفترة الماضية ومع انتشار فيروس كورونا ضاعفت التكية الإبراهيمية عدد الوجبات ووصلت لأكثر من 6000 وجبة يومياً كانت توصل للناس ببيوتهم خلال فترة الحجر الصحي. على مدار 1000 سنة من عهد الأيوبيين ولحد هاي اللحظة ظلت اللتكية الإبراهيمية كأقدم مطعم مجاني بالعالم وملاذ للفقراء والمحتاجين. تكية خلت الخليل الفلسطينية المدينة اللي ما بينام فيها شخص جوعان، وهي كانت أخبار تستاهل نشاركها.